الحكومة الحسم في فتح الحدود في هذا التاريخ. أكد مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة مناقشة الوزراء باستفاضة قضية فتح الحدود من عدمها على ضوء مؤشرات الوضع الوبائي، وذلك في اجتماعهم المنعقد اليوم الخميس بالرباط. وقال الوزير في معرض جوابه عن سؤال في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أن النقاش الوزاري انصب على هذه المسألة بإطار كافة المعطيات المتعلقة بوضعية انتشار وباء كورونا، ولم يحسم موقفه، وسيستمر النقاش لاتخاذ القرار المناسب خلال اليومين المقبلين. وبدا حسب جواب الوزير وفق الصباح أن الحكومة تتجه نحو فتح الحدود لتفادي استمرار الأزمة الاقتصادية التي ضربت القطاع السياحي برمته والطيران المدني والصناعة التقليدية ووكالة الأسفار ووكالة تأجير السيارات وبائعي البازارات، وذلك عبر إقناعي على خصوص خالد أي طلب وزير الحماية الاجتماعية المتخوف من انهيار المنظومة الصحية بسبب إصابة العشرات من الأطقم الطبية بالوباء وارتفاع عدد الحالات المحالة على غرف الإنعاش.